السلام عليكم، مرحبا طلاب طب المثنى الأعزاء، وياكم الأستاذ العقيل عصام. اليوم راح نكمل شرح محاضرات الفيزياء الطبية، واليوم راح نشرح محاضرة الفيزيكس أوف سكيلتون الثانية، الجزء الثاني من محاضرة الفيزيكس أوف سكيلتون. في المحاضرة السابقة حكينا عن تذكرون حكينا عن اليونغ موديول، وحكينا عن مبدأ السترس وعن السترين، وفهمنا شنو الكونسبت مالتهم، شنو السترين، وعرفنا انه السترس من يزيد راح يزيد ادنى سترين همات، والسترس هو يمثل يعني الضغط، قانون الضغط مال الاجسام الصلبه، اللي هو قانون الضغط مال الاجسام الصلبه هو يمثل القوه اف على المساحه، قوه على المساحه. وبالنسبه للسترين نعرف انه تغير بالطول على الطول، تغير بالطول على الطول، وكل ما زاد السترس راح يزيد السترين. ونعرف انه اكو بريكنج بوينت اللي هاي 120 نيوتن، هاي 120 نيوتن، من نوصل هاي بالعظم، يعني من نوصل اذا احنا بدنا نسلط تنشن، تنشن نتذكر انه تنشن مو بدنا نحكي عن كومبريشن، لا اذا سلطنا تنشن اللي هو شد على العظم لحد من نوصل 120 نيوتن على ملي متر تربيع راح ينكسر العظم، راح ينكسر العظم. هاي كلها نتذكرها من ذيك المحاضره، وحكينا انه العلاقه اللي تربط بين السترس والسترين هي على يعني عن طريق اليونغ موديولوس، لان نعرف انه السترس والسترين اكو بيناتهم علاقه طرديه، واللي راح منشي العلاقه الطرديه راح نخلي ثابت، فهو راح نخلي هذا الثابت هو ثابت يونغ، ايوه يونغ موديول. نذكر ان يونغ موديول هو يساوي لنا الطول مضروب في القوه مقسومه على المساحه مضروبه في دلتا ال، التغير بالطول. وكلنا نتذكر شلون حسبناها، وشلون يعني شلون اشتقينا القانون، وشلون اشتقينا الوحدات كلها بالمحاضره السابقه ذيك. زين، ونعرف ان ال هي طول العظم بالمليمتر، والاف والقوة المسلطة على العظم بالنيوتن، والاي هي الكروس سكشن اريا يعني المقطع العرض، المساحة مال المقطع العرضي مال العظم. زين، الكومبرسيف احنا قلنا معلومة مهمة انه القوة الكومبرسيف بريكنج ستريس، كومبرسيف بريكنج ستريس اللي هي الضغط المباشر على العظم، هذا راح يكسر لك العظم 170 نيوتن على مليمتر تربيع. بس انه التنسايل بريكنج ستريس اللي هو ضغط يعني ضغط الطول، او يعني ضغط الشد العفو، تغيير بالطول شد، ده تشد العظم فيكسر لك العظم قوة 120 نيوتن على مليمتر تربيع. وعرفنا أنه معامل يونغ يساوي 179 في 10 أس 2 نيوتن على مليمتر تربيع، واللي يساوي أيضا 1.8 في، طبعا ده أكتب بإيدي يعني في طريقة يعني شوية ما يطلع واضح، بس في 10 أس 10 شنو؟ 1.8 في 10 أس 10 على نيوتن على متر، طبعا عذر الخط، عذر كل السيء، بس هو نيوتن على متر تربيع، نيوتن على متر تربيع 1.8 في 10 اس 10 نيوتن على متر تربيع. وبك من هذا الارقام بس انت عندك هذا تقدر تحفظه هذا. زين، نجي الى البون فراكتشر، عمليه كسر العظم، شلون العظم ينكسر. There are many types. انت اوفك من هذا الرقم اللي انا كتبت لك اياه، اوفك وتحفظ هذا، لانه هذا هو الرقم المسجل لكم، هذا الرقم اللي كاتبته الدكتوره، هذا رقم اوفه. خوش، هو 179 في 10 اس 2 نيوتن على مليمتر تربيع. نجي على البون فراكتشر، كسر العظم. يقول لك there are many types of fractures، عده انواع احنا عندنا من كسور اللي تصير بالعظام. But the main categories، بس الانواع الرئيسيه مال الكسور مال العظم هي عندنا simple fracture والcompound fracture. والcompound fracture، simple fracture انه هو كسر مغلق، كسر مغلق يعني شنو كسر مغلق؟ يعني العظم من ينكسر ما يطلع من الجسم، ما يشق الجلد ويطلع برا الجسم بحيث يكون جرح مفتوح، هذا السمبل فراكتشر. اما الكومباوند فراكتشر لا، نسميه اوبن فراكتشر، جرح مفتوح، كسر مفتوح، بحيث انه العظم يطلع برا، العظم يطلع برا الجلد، ويعني يطلع برا الجلد، يشق الجلد ويطلع برا الجلد، او مو شرط يطلع برا الجلد حرفيا العظم تشوفه انكسر وطلع برا الجلد، لا، مرات حتى اذا يعني صار عندك فجرح، هيك جرح عميق والعظم صار العظم مكسور ومكشوف، من العظم ينكشف للوسط الخارجي للفضاء الخارجي، فمعناها هذا صار عندنا اوبن فراكتشر، هذا معناها صار اوبن فراكتشر. زين، او كومباوند فراكتشر.
اما سمبل فراكتشر قلنا انه يكون كلوزد فراكتشر والبون ينكسر ضمن العظم نفسه ما ينفتح مثل ما تشوفه. هذا سمبل فراكتشر، هذا هنا سمبل فراكتشر، العظم انكسر وما طلع يعني ما شق الجلد ولا العظم ولا العضلات وطلع لي برا. اما هنا لا، عظم انكسر وشق الجلد وشق اللحم والجلد وطلع لي برا، فهذا open other compound fracture، هذا simple fracture. It may then recede back into the wound and not be visible through the skin. ده يقول لك شنو هنا، ده يقول لك مرات هذا الكسر هذا العظم، هذا العظم نفسه مرات ورا ما ينكسر يرجع يطب لي جوه، يرجع يطب لي جوه. فاحنا شنو اذا انباع من اول نظرة عبالنا انه هذا مو open fracture، عبالنا هذا شنو، عبالنا simple fracture. لكن من الدقق تلقى تعرف انه هذا مثل ما قلت لكم اكو جرح مفتوح وطب لي العظم، تقدر توصل للعظم، اذا هذا نعتبره open fracture. open fracture انت هسه كمرحلة اولى ما مطلوب من عندك هاي التفاصيل، انت مطلوب من عندك تعرف ان open fracture هذا يعني الكسور على شكل نوعين، open و simple fracture. يعني open اللي هي يعني compound fracture وعندك simple fracture. simple fracture ما يشق الجلد ما يطلع لي برا، compound fracture يشق الجلد ويطلع لي برا، خلص هاي كله تحتاج تعرفه. يقول لك عادة العظام ما تنكسر due to compression، ما تنكسر بسبب الضغط. They usually breaks due to shear or under tension. Shear اللي shear يعني شنو؟ فدي شيء يصطدم بالعظم ويكسره. شيء يصطدم بالعظم ويكسره، هاي معناها shear. والunder tension يعني شادي شيء شدة للعظم ويكسره. فهاي عادة الكسور تصير. ما تصير عادة الكسور بسبب compression. يا أما shear يا أما under tension. A common cause of shear is catching the foot and then twisting the leg while bone is apt to puncture the skin. شلون الشير يعني a common cause of shear is catching the foot، يعني شنو الشير معناها ده تلوي الرجل، ده ترلوي عادة. يقول لك انه the bones don't normally break due to compression، they usually breaks due to shear or under tension. يعني يا اما عادة العظام ما تنكسر بسبب الضغط اللي يصير عليها، مو بسبب الضغط وانما بسبب انه تلوي، شير هي هيك تفتر وتلوي، او مثلا اندر تنشن، اندر الشديد تنشد وتنكسر. فمثلا نعطيك a common cause of shear is catching the foot and then twisting the leg. يعني مثلا رجلك تعثر، catching the foot يعني رجلك تعثر، بعدين شنو شي يصير، بعدين تلوي تفتر هيك تلوي وتطق طق العظمايه، فهاي يصير شنو، هاي شيء يسموها شير فورس، يكسر لك العظم. ومرات انه يصير كومباوند فراكشر بسبب هاي، يعني بسبب الشير انه رجلك عثرت ورجلك اللوت وهيك طقت، ف ومرات انه من الطقه راح يفتر العظم ويطلع لي برا مرات حسب القوه. فاذا صارت هاي الحاله وطلع العظم لي برا قلنا هذا راح يصير عندك يعني كومباوند فراكشر. مثل ما قلت لك انت لا تدوخ نفسك كلش بالشير والتنشن وشلون تصير، هنا اخذها بالكسور انت من تصير مرحله خامسه مو هسه، بس انت هسه لازم تعرف الفكره العامه. زين الفيزيكال فاكتورز افكتنج ذا ديجري اوف بون فراكتشر، شنو هي الاشياء اللي تخلي هنا هذا انت هسه كمرحله اولى هذا يفيدك، هسه هذا الحكي المهم، شنو هي الاشياء العوامل الفيزيائيه اللي تخلي العظم ينكسر؟ العوامل الفيزيائيه تعتمد على كم شغله، اول شيء ذا اماونت اوف ذا اكزيرتنج فورس ديورينج كولجن اور فولين، كمية القوة اللي صايرة على العظم، كمية القوة المسلطة على العظم خلال مثلا الاصطدام، خلال الاصطدام أو خلال السقوط، كمية القوة اللي مسلطة على العظم خلال الاصطدام أو خلال السقوط. وهي شلون راح نحسب هاي كمية القوة؟ راح نحسب كمية القوة من قانون منو؟ من قانون نيوتن الثاني اللي يقول لك أنه هذا وين قريناه احنا بالفورسز ان اند اون ذا بودي، نفس القانون راح نستخدمه هنا، يقول لك شنو؟ the change in momentum، the change in body momentum، تغيير بالزخم مال الجسم يساوي duration of impact، على direction of impact، على زمن الصدمه. طبعا احنا القانون هذا خل اراجع لك اياه حتى تشوف انه شلون اشتقيناه، طبعا راح تلقى خط تعبان كلش بس انت افتهم الفكره. كنا القوه ايش قد تساوي، احنا نعرف القوه تساوي الكتله في التعجيل، صح؟ كتله في التعجيل زين، وتساوي زين الكتلة شنو مالتها؟ كتلة مالتها الكيلوغرام. زين مضروبة في شنو؟ التعجيل شنو؟ متر على ثانية تربيع، صح لو لا؟ التعجيل هو متر على ثانية تربيع. طبعا دا اكتب بالماوس فالخط كلش سيء.
زين، كيلو غرام في متر على ثانية تربيع. احنا نعرف شنو السرعة، عندنا قانون السرعة في ايش قد تساوي في، في تساوي الوحدات مالت السرعة شنو، متر على سكند، صح؟ متر على سكند. زين، يعني اذا قلنا انه كيلو، راح نفصلها شوية، نقول كيلو غرام مضروب في متر على سكند في سكند، خوش في سكند، يعني فصلت السكندات الاثنين. ايش راح يصير عندك هنا؟ أنا المتر على سكند هاي اذا اخذها واحدة ايش تصير؟ تصير سرعة، صح؟ سرعة. وهاي شنو هاي؟ هاي كتلة. يعني اقدر اقول انه القوة، القوة شو تساوي؟ القوة شو تساوي؟ الكتلة في السرعة على الزمن. الكتلة في السرعة شو تساوي عندك؟ الكتلة في السرعة، الكتلة في السرعة هي الزخم. الكتلة في السرعة هي الزخم. أنا دا أشتق لكم حتى أراجع لكم شلون اشتقينا وشلون صارت إنه القوة تساوي الزخم على الزمن. قوة تساوي الزخم على الزمن. هسه اشتقيت لكم شلون جتي، منين جبنا القانون، منين جبنا القانون. زين، من هذا القانون احنا راح نفهم شغلة، نعرف انه عندنا القوة. اذا هسه القوة تتناسب تناسب طردي مع شنو؟ مع الكتلة ومع السرعة، وتناسب عكسي مع الزمن. يعني كل ما زادت الكتلة زادت القوة، كل ما زادت السرعة زادت القوة، كل ما زاد الوقت لا قلت القوة. يعني أفصل لك إياها على فد مثال بسيط من حياتنا الواقعية. لنفرض أنت قاعد أو واقف بالشارع وجدتي سيارة، سيارة كتلتها عالية، سيارة كتلتها عالية وده تمشي بسرعة عالية، خوش، فراح يصير الاصطدام بوقت قليل. يعني سرعة عالية وكتلة عالية، زين، هاي شغلتين ايش راح تسوي لك؟ يعني القوة عالية راح تصير، وقت اصطدام قليل، كلها راح تلعب عوامل، تلعب دور كبير بانه انت الاصطدام مالتك راح يكون كلش مؤذي واحتمال تتكسر. زين، نجي سيناريو ثاني، نجي سيناريو ثاني، بايسكل او واحد دا يمشي، واحد دا يمشي، الكتلة مالته قليلة، الكتلة مالته قليلة والسرعة مالته قليلة وزمن الاصطدام قليل، فبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير القوة مال الاصطدام قليلة. خوش؟ إذا هذا الواحد نفسه كان سمين وضخم وأنت طفل، لنفرض أنه أنت طفل صغير، واحد سمين وضخم، همات السرعة مالته قليلة وهمات الوقت مالته مال الاصطدام قليل، بس يعتبر الكتلة عالية بالنسبة لك، كتلة عالية، فيكون الاصطدام همات احتمال قوي. فمن هذا نفهم انه بالنسبه للقوه كل ما زادت الكتله زادت القوه، كل ما زادت السرعه زادت القوه، كل ما قل الوقت زادت القوه، كل ما زاد الوقت قلت القوه، وهكذا. يقول لك therefore the shorter the duration of the impact the greater the force، مثل ما حكينا كل ما قل الوقت مال الاصطدام كل ما كبرت القوه مال الاصطدام. To reduce the force and thereby the likelihood of the fracture it is necessary to increase the impact time. يقول لك حتى تقلل احتمالية الإصابة بكسر ضروري أنه تزيد الوقت مال الصدمة. طبعا فكرة الوقت مال الصدمة شنو، شلون استغليناها بالسيارات؟ استغليناها، شايفين هذا الاير باك، هذا اللي يطلع الشيس مال الهواء، الاير باك اللي يطلع من احنا نصطدم بالسيارة مالتنا. فكرة هذا الاير باك شنو؟ فكرة هذا الايرباك راح يزيد لي الوقت مال الصدمة، يزيد ليها كلش، لان انت متى تمشي بالسيارة انت ردة تمشي بسرعة السيارة، اذا سرعة السيارة تمشي 100 كيلومتر انت هم ردة تمشي 100 كيلومتر، هاي نقطة أولى. ثاني شيء انت الكتلة مالتك هم عالية، فانت من كتلة عالية وسرعة عالية وفجأة توقف السيارة انت راح تصطدم مثلا بالستيرن مال السيارة، راح كلش تتأذى، كلش تتأذى، فلذلك باللحظة راح يطلع عندك تشيس مال هواء. هذا الشيس الهواء شنو فكرته؟ راح يزيد وقت الاصطدام، يزيد وقت الاصطدام، فبالتالي من يزيد وقت الاصطدام راح يقل الضرر مال الضربة، راح يقل الضرر مال الضربة هواية، بحيث انت ما تتأذى، ما تموت، ما يصير عندك اضرار هواية. هاي فكرة يعني شلون استغلينا الوقت بالحوادث انه شلون نقلل الضرر مالتها من خلال هذا القانون. يقول لك هسه مثلا in both falling down or jumping from elevation the impact time can be increased significantly by simply ruling with the
fall or jumping, thereby spreading the change of momentum of the body over the longer time. هنا اعطيك مثال ثاني على المثال اللي انا قلت لك اياه. زي يقول لك هنا، يقول لك ذول اللي يقمزون مثلا من مكان عالي، شايفين ذول الباركور اللي يلعبون لعبه الباركور، رياضه الركض، فيقمز تشوفه من 5 امتار 6 امتار وما عليه شيء، كل شيء ما يصير فيه. هذا فكرته شنو؟ من راح يقمز من مكان عالي انه يزيد وقت الصدمه، يزيد وقت الصدمه، فبحيث من يوقع بالقاع راح يتدحرج، يتدحرج على القاع، فبدل ما هو وقت الصدمه مالته يصير اجزاء من الثانيه، لا راح يصير اكثر من عده ثواني، فالقوه مال الصدمه راح تقل، القوه مال الصدمه راح يقل، فيقوم كل شيء ما بي. زين، هذا احنا افتهمنا النوع الاول، احنا شلون يعني العامل الفيزيكال فاكتور الاولي اللي ياثر على كميه الكسر اللي يصير بالعظم. هسه الفيزيكال فاكتور الثاني راح يصير عندنا هو الدايركشن اون ذا تايب اوف ذا اكسيرتنج فورس، يعني اتجاه القوه المسلطه ونوع القوه المسلطه، هل هي تنشن شد، هل هي كومبريشن، هل هي تويستنج، فنوع واتجاه القوه المسلطه هم يلعب دور. احنا نتذكر التنشن 120 نيوتن يكسر لك العظم، كومبريشن لا 170 نيوتن على مليمتر تربيع يلا عود يكسر لك العظم، التويستنج هم بيفت قوه معينه الله يكسر لك العظم، فكل قوه وكل اتجاه تلعب يعني تتاثر على العظم بطريقه مختلفه. زين، العامل الثالث اللي يلعب دور بكسر العظم هو الايج، العمر. كل ما كانت البروكن بونز ار فيري كومن ان تشايلد هود. يقول لك الايج شنو؟ طبعا الكسور اكثر بالاعمار الصغيره والاعمار الكبيره. الاعمار الصغيره لسبب والاعمار الكبيره لسبب. الاعمار الصغيره بسبب انه العظم مالتهم طري بعد طري، بحيث الكسر مالته يصير يسموه احنا جرين ستيك فراكتشر، يعني يصير كانما يعني بالضبط هو جرين ستيك معناها النبات، هاي الاعواد مال النبات، فيكون العظمايه مال الطفل بسرعه تنتني، بسرعه تنكسر، بس شنو؟ بنفس الوقت بسرعه تصير زينه، بسرعه تصير زينه. وما بيها تصير كومبليكيشن، يقول لك جنرال تشيلدرنز فراكتشرز ار جنرالي ليس كومبليكيتد، يعني المخاطر اللي تصير بعد، مو المشاكل مالتها اللي تصير بعدين اقل من الفراكتشرز بالكبار، لان بالضبط انت يعني هم قلت لك انه جرين ستيك كانما عوده مال نباتات تنكسر وترجع بسرعه تلتئم، عظمهم طري فلذلك يكون قابل للكسور. زين، بالنسبه للكبار بالعمر الاولدر بيبل لا، ذولا شنو يصير؟ نسبه العظام مالتهم تكون بها شاشه عظام يصير عندهم بسبب انه كميه الكالسيوم عندهم اقل، تصير اقل ويا الوقت، فلذلك عظامهم تكون اشهش ونسميها احنا مور بريتل، وار مور لايكلي انه هم اكثر احتماليه تصير عندهم كسور مثلا من يوجا اكثر من اليونجر بيبل، اكثر من الشباب، لذلك انه تشوف مثلا كسر ما يصير عندك بالشباب قليل كلش، لو كسر عظم الحوض مثلا او عظم الفخذ مثلا، يوقع رجال كبير مثلا بالعمر او مره كبيره بالعمر توقع وقعه بسيطه وينكسر عندها عظم الفخذ، مع انه هذا الكسر كلش صعب يصير بالشباب، ليش؟ لان هم عندهم مشاكل اصلا، يعني هم عندهم مشاكل هشاشه عظام تصير ويا العمر. زين، احنا بسبب المشاكل اللي تصير بالهشاشة العظام فاحنا لازم عندنا في الجهاز خاص يقيس لنا ايش قد نسبه هاي الهشاشه، ايش قد نسبه انه العظم مالتنا ايش قد احتماليه يصير بي اوستيوبروسيس او هو صاير بي او ما صاير. ف اخترعنا في الجهاز يسموه ميجرمنتس اوف بون مينرال ان ذا بودي، كميه المعادن اللي بالعظم، لانه احنا نعرف الكالسيوم هو من المعادن الرئيسيه اللي تكون العظم، ف نريد نقيس نسبة هاي المعادن اللي موجودة بالعظم. يقول لك osteoporosis is the most common disease in elderly women and the most common feature of it is lower bone mineral mass. شوف، يقول لك مرض هشاشة العظام أو نخر العظام هو واحد من أكثر الأمراض الشائعة، the most common disease بالelderly women، بالنساء الكبيرة بالسن. One the most common feature of it is lower bone mineral mass. يعني واحدة من أهم الصفات اللي تخلي مالتهم البون ماينرال ماس، كميه المعادن الموجوده بالعظم مالتهم تكون اقل. شوف اكو عامل، اكو شوف ليش يذكر الومن ما يذكر المان؟ شوف المان همات عنده تزيد قابليه انه يصير عنده كسر بالكور، بس مو مثل الومن. ليش؟ السبب مال الومن لانه بسبب الهرمونات، بسبب هرمون الاستروجين. تعرفون الومن الدوره مالتها تخلص بالوقت، يعني عندها وقت معين انه تكون بقابل للخصوبه، انه يصير عندها دوره للخمسينات تقريبا
او حتى قبل بعد حسب اكو فاريشن. فبهذا العمر بعد ما يصير عندها يعني راح تنقطع عندها الدوره، من تنقطع عندها الدوره راح تضطرب هرمونات مال جسمها، هرموناتها من تضطرب راح يؤدي انه تزيد عندها احتماليه الاصابه بهشاشه العظام. الرجل ما عنده نفس هاي الحاله، فلذلك هو الرجل عنده مخاطر مال العمر بس المرأة لا، عندها مخاطر مال العمر وعندها مخاطر مال الهرمونات، فلذلك هي اكثر عرضة للكسور، اكثر عرضة للهوستيوبروسيس، واكثر عرضة لهشاشة العظام. يقول لك bone mineral mass decrease 1 الى 2% per year. يقول لك كمية المعادن اللي موجودة بالعظم سنويا تقل 1 الى 2% سنويا. So يقول لك those precise technique was needed to show the change. يقول لك انه بما انه العظم كميه المعادن اللي بيده تقل بنسبه 1 الى 2% بالسنه، فنحتاج جهاز دقيق، نحتاج جهاز دقيق بريسايز تكنيك حتى شنو، حتى يراوينا هاي التغييرات اللي بدها تصير بالعظم. زين احنا نعرف العظم، العظم هسه انت روح سوي اشعه راح تلقى العظم شكله يختلف عن باقي الاعضاء مال جسمك، يكون على بياض. ليش على بياض؟ لان العظم مثل ما قلنا يتكون من الكالسيوم، والكالسيوم ميزته من يصطدم بأش... من تصطدم به اشعه الاكس راي، اشعه الاكس راي من تصطدم به راح يمتص جزء كبير من عندها، راح يمتص جزء كبير من عندها، فلذلك تبين على الفيلم على بياض. زين اذا كميه الكالسيوم اللي بالعظم قلت فايش راح يصير عندنا؟ كميه الامتصاص مال اشعه الاكس راي هم راح تقل، صح ولا لا؟ فبالتالي احنا استفادينا من هاي المعلومه وصنعنا جهاز يعتمد على مبدا الاكس راي حتى نشوف نسبه الهشاشه او تركيز المعادن بالعظم من هذا المبدا، لانه نعرف انه كل ما زاد تركيز الكالسيوم بالعظم معناها زاد نسبه امتصاصه للاشعه، كل ما قل التركيز مالته بالعظم كل ما قلت نسبه امتصاصه للاشعه. زين يقول لك هسه اكو فكره، طبعا ما راح نستخدم العادي، ما راح نستخدم الفيلم العادي، لازم نستخدم خاص. ليش راح نستخدم نستخدم الخاص مو العادي؟ العادي شنو مشاكله؟ هسه راح نفهمها. العادي بي عده مشاكل. اكس راي بيم هاز ماني ديفرنت انرجيز اند ذا ابزوربشن اوف اكس راي باي كالسيوم فاريز وذ انرجي. يقول لك اشعه الاكس راي العاديه بيها مدى واسع من الطاقه، والامتصاص مال هاي الاكس راي مال الكالسيوم يختلف حسب الطاقة مالتها، يعني أشعة الإكس راي العادية مو هي طاقة واحدة، لا مدى واسع بها من المجالات الطاقة، وامتصاص هاي الأشعة من العظام يختلف حسب الطاقة، فلذلك ما راح يعطيني فكرة صحيحة عن نسبة الكالسيوم بالعظم، أنا أحتاج في الجهاز يطلع لي مدى واحد من الطاقة حتى أعرف شقد العظم امتص بكل منطقة من عنده، هاي أول نقطة. ثاني نقطة الإكس راي العادية أو الأشعة العادية مالتنا بيها scattered radiation، يعني أشعة متبعثرة هواية من توصل للفيلم بيها بعثرة بالأشعة. خوش، فهاي النقطة هم ما تفيدني من أريد أحسب نسبة المعادن بالعظم. ثالث نقطة أنه الفيلم is poor detector for quantitative measurements، يعني ممكن يعطيني فكرة الفيلم أنه أكو فت خلل بس ما أعرف إيش قد نسبته، هل هو خلل قوي، هل هو خلل متوسط، هل هو مايلد، ما أعرف بس أعرف أنه أكو خلل هذا. فلذلك انه يقول لك بور ديتكتر فور كوانتيتيف ميجرمنتس، ارقام ما اعرف بالارقام ايش قد بالضبط صاير الخلل. زين فلذلك احنا بالعلم سوينا طورنا في الجهاز يعتمد على مبدا الاكس راي حتى نقدر نحسب البون ماينرال دنسيتي من خلاله. فيقول لك ذا اوردر الاكس راي كان ديتكت ذا تشينج ان بون ماينرال انتل كلوز 30 الى 50% اوف دنسيتي، يعني يقول لك لحد ما احنا العظم يخسر 30 الى 50% من كثافته، من كثافته، ود يلا اني اقدر انتبه انه اكو ترى خلل بالعظام 30 الى 50%، يعني تكون بروجريسيف كلش، انا اريد اتبعه من قبل هذا الوقت حتى اقدر اعالجه. فيقول لك وهذا الوقت راح يكون تو ليت يوز بريفنتيف ثيرابي، ما راح اقدر بذاك الوقت بعد استخدم فد علاج، لانه ما يفيد خلص العظم انتهى تقريبا 30 الى 50% من عنده راح، فانا احتاج فد وسيله اكشف عن المرض قبل هذا الوقت. اللي هو مثل ما قلت لكم طورنا جهاز اسمه فوتون ابزوربشنومتري، فوتون ابزوربشنومتري. هذا الجهاز شنو ميزته؟ هذا الجهاز شنو ميزته؟ هذا المشاكل اللي كانت عندنا بالاكس راي العاديه عالجناها هنا. شلون؟ احنا ايش قلنا بالاكس راي العادي؟ قلنا انه يكون متكون من مدى واسع من الطاقه، وايد رينج اوف انرجي،
خوش او ديفرنت انرجي. هنا سوينا هذا سويناه مونو انرجيتك. مونو يعني واحد، انرجيتك يعني احادي طاقه، اكس راي او جاما راي سورس، يعني صار شنو مونو انرجيتك احادي الطاقه. فبالتالي هاي اول مشكله عالجناها بالفوتون ابزوربشيومتري. ثاني شيء قلنا هناك يصير عندنا سكاتر بعثره، سكاترد بالبيم. ها ناس شنو المشكله حليناها؟ سوينا نارو بيم حتى نقلل السكاتر راديشن. نارو يعني ضيق، اشعاع ضيق حتى نقلل البعثره اللي تصير بالاشعاع. هاي اول ثاني نقطه. ثالث نقطه سويناها خلينا له سنتليشن ديتكتر ذات ديتكت اول فوتونز. فالديتكتر خاص ما موجود بالعادي، مو الفيلم العادي. ليش؟ ان احنا قلنا الفيلم العادي هو بور ديتكتر مال الكوانتيتيف ميجرمنتس، الفيلم العادي بور ديتكتر مال الكوانتيتيف ميجرمنتس. فلذلك جبنا فد خاص، جهاز خاص اسمه سنتليتر، سنتليشن ديتكتر، سنتليشن ديتكتر. هذا حتى يتبع الفوتونات وما يضيع عندنا شيء، ما يضيع عندنا شيء. فهاي الثلاث صفات الرئيسيه اللي تميزنا، اللي تميز الفوتون ابزوربشيومتري على الاكس راي العادي، انه هو مونو انرجيتك، انه هو نارو بيم، وهو بي سنتليشن ديتكتر. زين، النقطه الرابعه البون ماينرال ماس كالكوليتد الكترون، يعني راح تنحسب بطريقه الكترونيه، يعني نسبه كثافه العظم راح تنكسب بطريقه الكترونيه وتنطي ان جيفن باي غرام على سنتيمتر تربيع. راح تنطي على شكل غرام على سنتيمتر تربيع. هاي الكثافه، نعرف كثافه density هي الكثافه سنتيمتر على تربيع. What is used radioactive source gradually decay. A single energy photon beam is passed through bone and soft tissue to a detector. The amount of mineral in the path is then quantified. شو راح يصير؟ راح نجيب الجهاز ونجيب الانسان، ما اعرف اذا اكو صوره. اي بالضبط هاي الصوره. هذا الانسان هنا ينام وهذا الجهاز. خوش، راح يبعث لك الاشعاعات مالته. خوش، يبعث لك عاده تصير على منطقه الحوض، عاده تصير على منطقه الحوض. وهنا لي جوا صاير اكو هذا بالضبط السنتليتر. هذا انا اكس راي سورس، العفو، هذا اكس راي سورس، وهذا هو السنتليتر. هذا السنتليتر الجهاز مالتنا الخاص السنتليتر. فراح تنبعث مننا الاشعاعات توصل للسنتليتر. من تخترق جسم الانسان راح يصير بها امتصاص جزء من العظام، من المكونات من عظم امتصاص، وحسب كثافه العظم راح يصير الامتصاص. احنا هنا راح نقراها القراءه مالتنا ونطلع فد قراءه نحسب من خلالها الكترونيه، نعرف من خلالها الكثافه مال العظم. The problems of photon absorptiometry. هسه شنو هي المشاكل مال الفوتون absorption problem of مال الفوتون absorptiometry؟ اول شيء هو يحتاج راديو اكتف سورس must be replaced after time. هو بي راديو اكتف سورس، وهذا كل راديو اكتف سورس يعني يخلص ويا الوقت، ما راح يبقى يشع طول العمر، فيحتاج انه يتبدل كل فتره. ثاني شيء to measure the bone need uniform thickness of the soft tissue. There is therefore it can't measure hip and spine. يقول لك انه حتى نقيس البون يحتاج uniform thickness of soft tissue، يعني مكان بنسبة السوفت تشو تكون يعني نفس النسبة يونيفورم. فلذلك هذا راح يكون ما نقدر نسويه بالسباين والهيب، لأنه عندنا هواي أعضاء موجودة بالهيب. لذلك to solve the problem developed a new technique اسمها دكسة، طبعا bone density scan. طبعا أنا هو الفوتون absorptiometry اشتبهت وياه ويا الدكسة. احنا الفوتون ابزوربشيومتري ترى قليل نستخدمه، بس هو شنو هو حل، يعني هو فتره كانت بعد الفتره اللي بين الدكسه وبين الاكس راي العادي. هو الفوتون ابزوربشيومتري اطور من الاكس راي العادي بس بمشاكل همات. احنا افتهمنا شنو المشاكل اللي حلها، بس المشاكل مالته انه هو يحتاج فد مصدر مال طاقه مشعه راديو اكتف سورس، ويحتاج انه يونيفورم ثيكنس، يعني مكان يعني نفس الثيكنس نفس السموك. اذا مكان بمختلف السموك فمثل الهيب اللي هو عظم الحوض وعظم الفقرات مال الجسم، اللي هي اهم اماكن تفحصها، ما راح يقدر يفحص انها الفوتون ابزوربشيومتري. لذلك بدلناه بالبون دنسيتي سكان اللي هو الدكسه. الدكسه هسه هو اللي نستخدمه. الدكسه هو اللي شرحت لكم عليه يسوي هذه العمليه. الدكسه هو هذا الدكسه. سنفتهم شنو فكرة الدكسة اللي هو يكون بالهب. It's also called dual energy X-ray. Dual energy X-ray يعني الثنائي
ثنائي الطاقه اكس راي، ثنائي تكون مصدرين عندنا مال الطاقه مال الاكس راي مصدرين. زين دكسا وايدلي يوزد فور ميجرينج بون مينرال دنسيتي، وهو دكسا قلنا نستخدمه هوايه قياس كثافه العظام. There are two types, central device and peripheral device. احنا عندنا نوعين من الدكسة، عندنا نوعين من الدكسة اسمه central device وعندنا peripheral device. زين راح نفهم هسه الفرق بيناتهم شنو. A central dexa device measure bone density in the hip and spine. Central من اسمه central يعني بالنص بالمركز مال الجسم، من اسمه central يعني بالنص مال الجسم. فايش راح يقيس لك كثافة العظم؟ وين يقيسها؟ بالهيب بالعظم الحوض وبالسباين بعظم الفقرات. اذا هذا هو الدكسة. زين البريفرال ديفايس ميجر بون دنسيتي ان ريست هيل اند فينجر، من اسمه بريفرال يعني الطرفي يعني بالاطراف مال الجسم، البريفرال باطراف الجسم، السنترال بمركز الجسم. اذا السنترال دكسا يقيس لك بالهيب والسباين اللي هو مركز الجسم، وبالبريفرال دكسا راح يقيس لك بالريست اللي هو الريست عظم الريست مال ايدك، والهيل هو الكعب مال رجلك، والفينجر هي الاصابع مال رجلك. نجي على السنترال دكسا كونسيست اوف، هسه راح شنو المكونات مال السنترال دكسا اللي نشوفها هنا. زين السنترال دكسا هي مكونات مالته اللي نشوفها هنا، خلي اوخر هذا الخخابير. اي زين اول شيء المكونات مالته، اول شيء بي تيبل لارج فلات تيبل اللي نام عليها المريض، هذا لارج فلات تيبل نايم عليها المريض. اند ان ارم سسبندد اوفر هيد، خوش لازم طبعا الارم لازم تكون فوق الراس مو لازم يرفعها البيشنت. ثاني شيء X-ray source mounted under the flat table and X-ray detector mounted in suspended arm. لازم أكفد X-ray source دي جوا هنا و X-ray ثاني suspended detector يعني X-ray source mounted under the flat table and X-ray detector متتبع مال X-ray متتبع اللي هو صير لي فوق، هذا هو هذا X-ray detector صاير بالsuspended بالسي arm هذه mounted in suspended arm. Special software for processing data. يعني هو قلنا إنه بي تيبل وبي سسبندد ارم اللي هي هاي، وعندنا هذا يطلع لك اكس راي سورس، ومن هنا هذا الديتكتر مال الاكس راي سورس مالتنا، وبي سبيشال سوفت وير اللي هو جهاز حاسبه خاصه حتى تعالج المعلومات مالتنا ونقدر نسويها مونيتور ونعرضها على شكل نتائج. زين شلون راح تشتغل هالعمليه؟ يقول لك الاكس راي سورس راح يبعث لك فد thin invisible beam of low dose، مثل ما قلنا انه لازم هو يكون narrow beam او thin beam ويكون low dose، low dose دوز ما تقليل ويكون رفيع واكيد غير مرئي invisible beam of low dose with two distinct energy peak. والاسم dual لانه بي نوعين من الطاقه، two distinct energy peak لانه dual يعني باثنين، اثنين طاقه مختلفه peak through bone راح تنقذ في هاي الطاقه المختلفه الاثنين عن طريق بالعظام، وبعدين الجزء هذا راح يتبعها راح يتبعها. one peak is absorbed by soft tissue and the other by bone. The soft tissue amount can be subtracted from the total and what remains is patient bone mineral density. طبعا احنا مو راح نفصل الاثنين، هاي الاثنين وحده يمتصها السوفت تشو اللي هي مثلا عضلات مال الانسان، المكونات الداخليه يعني السوفت تشو الاشياء اللي هي مو عظام، والطاقه الثانيه راح تمتصها العظام. فاحنا عن طريق الجهاز مال السوفت وير مالته الخاص راح يعني يفلترها للبيانات مالتنا ويبقي بس مال العظام يبقيها. فالدكسا ماشين فيتشر سبيشال سوفت وير ذات كومبيوت، هذا السوفت وير خاص او موجود بالدكسا هو راح يعالج راح يسويها شيء يعالجها للبيانات هاي ويعرضها مال بون دنسيتي ميجرمنتس على الكمبيوتر مونيتور على الشاشه مال الكمبيوتر. هسه احنا شلون راح نفس شلون نقرا الدكسا ريبورت، شلون راح نقرا الدكسا ريبورت، هاو داز هاو المفروض هاو داز او هاو داز دكسا ريبورت انتربريت، شلون راح نفسره. زين الدكسا ريبورت هو احنا قلنا يا اما يكون بالسباين اللي هو هذا السباين او بعظم الحوض اللي هو هذا الهيب. زين عندنا القراءه مالتنا راح تكون هنا عن طريق هذا الجهاز الخاص، تعتمد على شغلتين، اول شيء العمر وعلى البون ما مينرال دنسيتي اللي هي تختلف حسب العمر. خوش وعندنا في شيء اسمه يات سكور، يات سكور. زين احنا نعتمد على التي سكور، اكو شيء اسمه التي سكور ومن خلاله احنا راح نحسب الدكسه مالتنا عن طريق التي سكور. عموما انت اذا كنت بين الواحد
او بالاحرى واحد وفوق، واحد وفوق مال تي سكور مالتك هذا شنو؟ نورمال. واحد وفوق يعتبر نورمال باغلب الاحيان. زين، اثنين بين الواحد، بين الواحد والصفر، او العفو العفو حتى اكون ادق وياكم، سالب واحد وفوق، سالب واحد وفوق ونورمال، كله نورمال طبيعي. او بالاحرى هم حتى قالوا حتى نكون ادق، هم قالوا بين الواحد سالب واحد للواحد، بين السالب واحد للواحد هو هذا الطبيعي. يعني احنا معظم البشر احنا بين السالب واحد للواحد، خوش حكي. زين، معظم البشر فوق الواحد هذا ما يفيدنا، ما لنا علاقه به، هذا ما يعتبر عشان الطيبان، هم يعتبر ضمن الطبيعي. زين، جوا السالب واحد هنا راح نطب مرحله الهشاشه عظام، بين السالب واحد وسالب اثنين هذا بعده ما صاير هشاشه، يسموه شنو؟ يسموه اوستيوبينيا. اوستيوبينيا يعني شنو؟ ديقل، بينيا يعني قلت، قلت يعني ديقل، اوستيو عظم يعني العظم ديقل، يعني تقل مكونات العظم، بس بعدنا ما وصلنا مرحله الاوستيوبروسيس، او النخر بالعظام او هشاشه العظام، بعدنا ما وصلناها. شو كنا نوصل مرحله الاوستيوبروسيس؟ اذا كانت القراءه اقل من سالب اثنين، اذا كانت القراءه اقل من سالب اثنين، سالب ثلاثه مثلا، سالب اربعه، كل ما كانت اقل فمعناها احنا اوستيوبروسيس عندنا. راح نفتهم هسه التفاصيل اكثر من حكيتكم بصوره عامه، بس راح نقرا الحكي اللي هم كاتبت لكم اياه الدكتوره. يقول لك ذا بلوت دايجرام، ذا بلوت دايجرام اللي احنا هسه شفناه هو هذا يسموه بلوت دايجرام، هذا اللي انا رايتكم اياه عندنا كنا نشرح عليه، هذا بلوت دايجرام. For lumbar bone density, which is the amount of calcium in bone expressed as number of gram per square centimeter. هنا ايش يقول لك؟ انه هذا lumbar bone density، الكثافه مال العظم، مال شنو؟ مال اللمبر، الفقرات القطنيه، هو متمثل على شكل غرام على سنتيمتر تربيع، غرام على سنتيمتر تربيع، وهذا يمثل كميه الكالسيوم اللي موجوده بهذاك الغرام، يعني كميه الكتله مال الكالسيوم الموجوده بسنتيمتر مربع من العظم. Against the age and حسب العمر، يعني ايش قد موجود كالسيوم بالنسبه للحجم حسب العمر، من خلالها راح نطلع فد شيء اسمه تي سكور، من خلالها نطلع شيء تي سكور، وعلى اساس هذا التي سكور مالتنا احنا راح نعرف احنا ضمن الطبيعي ولا مو ضمن الطبيعي. يقول لك the young normal or T score indicates how your BMD compares to that of a healthy 30 year old person. يعني التي سكور هو ترى وسيله مقارنه، التي سكور هو وسيله مقارنه، يعني راح تقارن القراءات اللي طالعه عندك ويا القراءات مال هوايه ناس كلش طبيعيين، يعني انت جبت هوايه شباب عمرهم 30 سنه ما يعانون من اي مشكله، شفت ايش قد راح يطلع التي سكور مالتهم وحددتهم بين الواحد، يعني جاي راح يطلع مالتهم بالضبط البون ماينر دنسيتي وحولته على شكل تي سكور، طلعته بين السالب واحد الى الواحد، بين السالب واحد الى الواحد ذول الطبيعي. وشفت انه اي واحد راح يطلع جوا السالب واحد، بين السالب واحد الى سالب اثنين هذا ايش راح يعتبر؟ هذا راح يعتبر، او بين السالب واحد الى سالب اثنين ونص حتى نكون ادق، الى سالب اثنين ونص هذا يعتبر قلنا اوستيوبينيا، وجوا السالب اثنين ونص هذا يعتبر اوستيوبروسيس. الزد سكور شنو يا الزد سكور؟ الزد سكور هي اللي تخص الشخص نفسه، شخص انا سويت حسب العمر، حسب الوزن، حسب الجنس مالته، وحسب الهويه مالته، على اساس هاي المعلومات كلها انت راح تحدد هذا عنده هشاشه عظام لو لا. الزد سكور والتي سكور في المواضيع يعني معقده عليكم، ما اريدك تبحث بها هوايه، اريدك بس تحفظ انه التي سكور مال المريض هذا الطبيعي مالته، هذا طبيعي، واحنا دا نقارن، هذا لازم تحفظه، لازم تحفظ هذا. والزد سكور انت لازم تعرف انه الزد سكور يتضمن الايج، السكس، الويت، الاثنيك، اضافه للقراءه مالتك، هاي كلها يجمعها حتى نعرف انت طبيعي لو لا حسب الزد سكور. زين، يقول لك الدكسا ديفايس از موست يوزد ان دايجنوزز، احنا بيش نستخدم الدكسا ديفايس؟ اهم شيء احنا راح نستخدمه بتشخيص الاوستيوبروسيس، تشخيص نخر العظام او هشاشه العظام اللي هي اوستيوبروسيس، which involves a gradual loss of calcium اللي هي يتضمن خساره مستمره بالكالسيوم، as well as a structural change causing bones to become thinner، وتغييرات هيكليه راح تخلي العظام شنو؟ ارفع وتخليهم شنو؟ more fragile، اكثر قابلين للكسر and more likely to break. وهذا الشيء اللي احنا نشوفه بالكبار بالعمر اللي هم يكون عظامهم اكثر فرجايل، اكثر قابليه للكسر،
تكون ثنر. فهي هاي بسبب شنو؟ تغييرات يعني بالتركيب مالتهم، structural change يعني تغييرات بالتركيب مالتهم بسبب خسارة الكالسيوم. فأنت هاي الغاية من الدكسة، أنت تريد الدكنز، تريد تشخص الاوستيوبروسيس. ثاني شيء tracking the effect of treatment of osteoporosis and other conditions cause bone loss. ثاني شيء أنت راح من لقيت عند هذا الشخص osteoporosis راح تبدأ تعالجه، فأنت تبدأ تتابع العلاج ما تقدر يفيد لو ما يفيد. فشو راح تتابع العلاج ما تقدر يفيد لو ما يفيد؟ عن طريق اختبار مال دكسة. هاي الشغلة الثانية. ثالث شيء assess an individual's risk of developing fracture. ثالث شغلة أنت راح تعرف إيش قد هذا الشخص في خطر أنه يصير عنده كسر، لأنه إذا عرفت عنده هو في خطر في كسر عالي أنه لازم راح تبدي تنصحه، انتبه لحركتك، انتبه لمشيك، انتبه لطلعتك، أنت ممكن أي وقعة تنكسر، فانتبه يعني لا تخلي نفسك بأي موقف ممكن أنه يصير عليك ضغط، يصير عليك توقع، أو يصير عندك يعني أي لا تشيل حمل زايد، لأنه كله ممكن يسبب لك كسر بالعظم. هاي الأشياء لازم تقول لها المريض. يعني أول شيء نشخص الأوستيوبروسيس، ثاني شيء نتابع رحلة العلاج مالت tracking the effect of treatment، ثالث شيء نقيم ال individual risk الخطر مال الشخص أنه راح يصير بيه كسر لو ما يصير. بس البونس كان نشوفه هنا، شوف البونس كان، البونس كان هو واحد من الفحوص المهمة نسويها. شنو فكرة هاي البونس كان؟ طبعا مو هي أي شخص، تشوفون الصورة هي واضحة أنه أكو هنا خلل، كلكم أكيد انتبهتوا أكو هنا خلل. سنفتهم شنو هذا الخلل اللي هنا مبين. عادة البونس كان، بونس كان المسح مال البون، وين نستخدمه؟ نستخدمه إذا كنا شاكين أنه الشخص عنده بون تيومر، عنده ورم بالعظم. إذا شخص شاكين عنده بون تيومر is being destroyed somewhat like a brick house being torn down at a time. هنا أعطيك مثال، يعني مثال تعبيري حتى تفهم ايش يصير. يقول لك انه البون اذا العظم اذا صار في بون تيومر ورم بالعظم، فهذا راح يكون يتحطم العظم. بون is being destroyed مثل شنو؟ ده يتحطم كأنما فد بيت وتمزق. فد مثال ما أوبك من عندنا شيء، بس الفكرة أنه تشوف الناس دي يصير، تشوف الناس صاير بالعظم، العظم من صار بي ورم كلش اهترى تدمر. فاحنا نحتاج نشخص حتى نعرف أنه ايش قد نسبة الأذى بالعظم حتى نقدر نعالجه. When radioactive fluorine is injected into a patient, it will be distributed through the bones of his body. يعني من احنا نحقن هذا المريض بصبغه خاصه، نحقن المريض بصبغه خاصه اسمها راديو اكتيف فلورين، هاي من راح نحقنها بالمريض راح تفتر بالجسم وتروح مخصوص وين؟ راح تروح للعظم، راح تروح تطب هاي الراديو اكتيف فلورين بالعظم. زين، من راح توصل هاي الراديو اكتيف فلورين كم ان كونتاكت وذ ذا بارشل ديسترويد بون، دي فايند ميني بليسز ذات دي كان فيت ات ان مور سو ذات ان نورمال بودي. شوف هاي الصبغه من راح توصل للمكان اللي صاير فيه الورم هذا اللي هنا، راح تلقى في مكان تحب تقعد بيه، راح تتجمع بيه. لذلك احنا لو نركز، لذلك احنا لو نركز انه هنا صاير شكل العظم هنا يختلف عن هنا. ليش؟ هاي بسبب الصبغه مال الفلورين اللي تجمعت هنا بطريقه مختلفه عن باقي العظم، فلذلك سلونها اطوخ، سلونها اطوخ هنا كلها اطوخ. ليش؟ لان عندك ورم فالفلورين راح يتجمع بطريقه مختلفه. زين، يقول لك انه زياده التجمع ما هذا هنا ما راح تتجمع، راح يزيد عندها الراديشن فروم ذا تيومر اريا سيجنلز ذا بوسيبيليتي اوف ا بون تيومر. هنا راح يزيد الاشعاع من المنطقه هاي ويعطينا فكره انه اكو فد تيومر، اكو فد ورم بهاي المنطقه. زين، وصلنا الموضوع اسمه صح، نفتهم من البونس كان شنو فكرة البونس كان؟ ندور عن التيومر، عن الورم مال العظم، والمادة اللي تستخدمها هي راديو اكتيف فلورين. البون جوينتس، البون جوينتس اللي هي المفاصل. فكرة المفاصل يا عيني، هي المفاصل موضوع تشريحي يعني، مو موضوع فيزيائي، بس لا بأس انه نحكي لكم عنه شوية، خصوصا هي الدكتوره خلت لكم اياها، فخلنا نقرا لكم اياها. يقول لك joints are placed in the body where two bones come together. The joints make most of the body movement possible. يعني احنا نعرف انه المفصل هو صاير بين عظمين، وهو اللي يسمح بالحركه، المفصل هو اللي يسمح بالحركه، هو اللي يصير بين عظمين، مثلا مفصل الركبه يصير بين عظم الفيمر عظم الفخذ وبين عظم التيبيا عظم الساق مالتك.
وبسبب المفصل الركبه تصير الحركه بين هذين العظمين. لذلك يقول لك the joint make most of the body movement possible. زين، يعني يسمح انه تصير. In this type of joint, the end of the opposing bones are covered with hyaline cartilage. يقول لك بالمفاصل اللي يصير بها حركه الطرف مال العظم، الطرف مال العظم يغطى في ماده اسمها hyaline cartilage، ماده غضروفيه خاصه اسمها hyaline cartilage، ماده غضروفيه خاصه اسمها hyaline cartilage. او هم تغطى اضافه انه بارتيكولار كارتليج اللي هو يربط بين العظمين اسمه ارتيكولار كارتليج. هنا عندنا ايلين كارتليج وعندنا ارتيكولار كارتليج. And they are separated by a space called the joint cavity. يعني اذا نرسم العظمه هسه نرسم هذا عظم، نفرض هيك شيء عظم، ايش يعني هذا عظم تعبان كلش، هذا عظم بيتيومر بورم، لا ما نحس هذا هنا بالضبط. شوف هسه هذا بالضبط عندنا عظم، شوفوا هنا العظم مالتنا، عندنا هذا articular cartilage. شوف ليش سميناه articular، لانه هو هذا يطخ، يعني كل عظم بنهايه articular cartilage يطخون واحد بيناتهم، اثنيناتهم يطخ. واكو هم عندنا hyaline cartilage منتشر هنا، hyaline cartilage منتشر، اضافه انه عندنا هنا هاي الكبسوله synovial membrane. هاي طبعا هاي كلها الكبسوله، هاي الكبسوله هاي 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 الزرقاء مش اسمها، هاي الرصاصيه هي الكبسوله، وعندنا هذا اللون هيجي جوزي اسمه synovial membrane، اسمه synovial membrane، شنو معناه بالعربي ما اعرف بس هو اسمه synovial membrane. هذا synovial membrane طبعا هنا نشوف اكو فراغ، همات اكو فراغ بين العظم والعظم، هذا فراغ كله، هذا الفراغ بين العظم والعظم يدرس ماده اسمها synovial fluid، اسمها synovial fluid، هيجي سائل، هذا سائل يملي المنطقة اللي صايرة بين العظمين. فكرة هذا السائل تقلل لك الاحتكاك، فكرة هذا السائل تقلل لك الاحتكاك. ومن يفرز لك هذا السائل؟ اللي يفرز لك هذا السائل هو السينوفيال ممبرين، يعني الغشاء مال السينوفيال، غشاء السينوفيال هو يفرز لك سينوفيال فلويد. هسه احنا افتهمنا شنو المكونات، انت ما لك داعي انه تحفظها تدرسها، بس افتهم شنو مثل ما انا سرت لك اياها على الرسم. قلنا انه اكو بيناتهم space، the components of the joints are enclosed in a dense fibrous joint capsule. قلنا انه اكو كبسوله اللي هي هاي الكبسوله اللي هي تكون dense كثيفه، fibrous هي fiber يعني ماده اسمها fiber، يعني fiber فد ماده نسيج، نسيج اسمه fiber يكون قوي. dense fibrous joint capsule also called، هم مرات نسميها articular capsule، يعني هي هاي نفسها نسميها articular capsule، وهم نسميها نسميها fibrous joint capsule. The outer layer of the capsule consists of the ligaments that hold the bone together. يقول لك المنطقة الخارجية مال الكبسولة هاي، المنطقة الخارجية مال هاي الكبسولة، هاي المنطقة الخارجية مال هاي الكبسولة تتكون من ligament، وأعتقد كلكم تعرفون شنو هو الليجمنت من التشريح. الليجمنت هو اللي يربط لك بين عظمين، هو عن طريق المفصل يربط بين عظمين ويثابت على الاستقرارية مال العظم، يحافظ على الاستقرارية مال العظم، هذا الليجمنت. اما الطبقه الداخليه مالته هي السينوفيال ممبرين مثل ما قلنا، الطبقه الداخليه مال هذا مال هاي الكبسوله، الطبقه الخارجيه هسه شنو؟ ليجمنت، الطبقه الداخليه هي سينوفيال ممبرين. طبعا انت تعود من انت تقرا اي شيء له علاقه بالتشريح اقرا على صور، حتى شنو الذاكره الصوريه مالتك تساعدك. زين، قلنا هاي السينوفيال ممبرين ايش يفرز لنا؟ يفرز لنا سينوفيال فلويد اللي هو يملي لنا جوينت كافيتي، حتى شنو؟ حتى يسوي لنا لبريكيشن اللي هو ترطيب، وهما تقلل الاحتكاك، ترطيب وتقليل الاحتكاك، هاي فكره اللبريكيشن مال السينوفيال فلويد. سيم بيكوز اول اوف ذيز جوينتس هاف ا سينوفيال ممبرين ذي ار سمتايمز كولد سينوفيال جوينت. يقول لك بما انه معظم الجوينتس او كل الجوينتس تقريبا كل المفاصل تحتوي على سينوفيال ممبرين فسميناها سينوفيال جوينت، سينوفيال ممبرين فسميناها سينوفيال جوينت. زين، نرجع على موضوع اخير او قبل اخير اعتقد اللي هو انواع المفاصل. انواع المفاصل، المفاصل بها خمس انواع رئيسيه، خمس انواع رئيسيه. هي اول نوع هو البول اند سوكيت، بول اند سوكيت اللي هو الطوبه والشيء اللي يقعد به الطوبه، اسمه السوكيت هي الحافظه مال الطوبه. ها وين نشوف هذا النوع من المفاصل؟ انت ما تسمع بول اند سوكيت يعني شنو؟ يعني عندك مدى واسع من الحركه، يعني حركه دائريه. البول يعني حركة دائرية، بول اند سوكيت حركة دائرية راح ينطيك، فتعرف طوبة تنطيك حركة دائرية، منو يقدر يا مفصل جسمك ينطي هيك حركة واسعة كلش؟ ف هاي الحركة الواسعة كلش شنو؟ يعطيك اياها الهيب والشولدر، عظم الفخذ، عظم الفخذ او مفصل الحوض بالضبط، مفصل الحوض
ومفصل الكتف، مفصل الحوض والكتف هم يعتبرون بول اند سوكت. زين، النوع الثاني من المفاصل اسمه الهنجينج جوينت. هنجينج جوينت هذا شنو الهنجينج جوينت؟ راح يسمح بال اللي يصير الهنجينج جوينت وين يصير؟ هذا يصير بالركبه. ماكو عندكم صوره عليه؟ ماكو صوره عليه. هذا يصير مفصل الهنجينج جوينت يصير بالركبه، وهذا يسمح لك الحركه. انت هسه رجلك حركه رجلك مال الركبه وين تتحرك؟ بس تتحرك لي قدام لي ورا، لي قدام لي ورا، صح؟ تقدر تحرك، ثبت فخذك، ثبت الفخذك وحاول تحرك ساقك. تقدر تحركها لي مثلا حركه دائريه؟ ما تقدر. حركه الساق مالتك بس لي قدام ولي ورا. هذا شنو هذا؟ هذا وين نشوفه؟ هذا بالني وبالالبو، اللي بالركبه وبال المرفق مالتك بالالبو. هذا هو يسمونه هنجينج جوينت. الهنجينج جوينت نجي على البيفوت جوينت. بيفوت جوينت هذا وين نشوف البيفوت جوينت؟ هذا بالفرتبرا. هذا يسمع وين؟ يسمع شنو؟ يسمع بالحركه الباك اند فورث همات والتيرنينج وياها. انت فرتبرا يعني شنو؟ فرتبرا يعني الفقرات مالتك. الفقرات مالتك فقرات جسمك. انت فكر بيفوت جوينت هي الفقرات. بيفوت فقرات. الفقرات ايش تسمح لك؟ شنو الحركه تسمح لك اياها؟ تسمح لك تفر اسا انت فقرات راسك. شو تسمح لك؟ تفر راسك، هاي تيرنينج موفمنت، وترجع راسك لورا وتقدم لقدام. هاي حركه لقدام لورا هي باك اند فورث وتفر تيرنينج، هي هاي الحركات اللي تسمح بها البيفوت جوينت. نجي على الجلندنج جوينت. العفو جلندنج جوينت هي زحلقه. الجلندنج معناها زحلقه، هيك تزحلق تصير فوق وحده فوق الاخ. اللي هي شنو هاي الحركات؟ سلايدنج بالضبط نسميها سلايدنج. جلندنج موفمنت جلندنج جوينت هو اللي يسمح بشنو؟ يسمح بالسلايدنج، اللي هي يعني هيك شيء يتحرك فوق شيء، كانما مثل السلايدات، شيء يتحرك فوق شيء. هاي وين تصير عندك هالحركه؟ هاي الحركه تسمح بالسلايدنج العفو والتويستنج موفمنت الانحناءات. هاي عاده تصير بالريست، بالريست وبالانكل. اذا الجلندنج جوينت يصير بالريست وبالانكل. الريست هو عظم الرسخ والانكل هو عظم الكاحل مالتك. هذا يصير بي تويستنج. يا عظم اكثر شيء عندك اللوي، يا مفصل عندك اكثر شيء اللوي. مفصل الكاحل مالتك كم مره اكيد انت ماشي ولاوي برجلك عاثر ورجلك ملويه، فهاي اللويه، هاي اللويه مال الرجل، هاي منو يسمح لك بها؟ يا مفصل. مفصل اسمه جلندنج جوينت. الجلندنج جوينت اللي هو يسمح باللويه بالانزلاق. زين، نجي على الفيكست جوينت. الفيكست جوينت هي المفاصل اللي ما تسمح باي حركه. فيكست جوينت مفاصل ما تسمح باي نوع من الحركه، اللي هي مفاصل هي العظام مال راسك. العظام مال راسك ما تتحرك نهائيا، هي عظام وبالجمجمه بس وبيناتهم مفاصل، بس هاي المفاصل نوعها ما تسمح لك باي حركه فنسميها فيكست جوينت. هسه عرفنا شنو الانواع الخمسه. عندنا بولن سوكيت، عندنا البيفوت جوينت. بولن سوكيت اللي يصير بالحوض وبصير بالكتف. عندنا الهنجينج جوينت تصير بالركبه وتصير بالمرفق. عندنا البيفوت جوينت تصير بالفقرات مال ظهرك. عندك الجلندنج جوينت اللي هي تصير بالكاحل الانكل وتصير بالريست. وتصير عندنا الفيكس جوينت هي البون اوف ذا سكال. زين، هسه احنا قلنا احنا طبعا انطيتكم فكره من اللي يسوي لك لبريكيشن، من اللي يسوي لك ترطيب وتقليل للاحتكاك بالمفصل. احنا نعرف كل مفصل يعني بيه احتكاك، واحنا اي احتكاك بالجسم نحاول نتغلب عليه. اي احتكاك بالجسم يسوي لنا مشاكل نحاول نتغلب عليه. طبعا بصوره عامه يعني بالمفاصل احكي لك، يعني بالمفاصل انت لازم تتغلب على الاحتكاك. كل ما كان الاحتكاك اقل كل ما كانت الحركه احسن. فلذلك هسه شنو الاشياء اللي تتغلب على الاحتكاك بالمفاصل مال العظام؟ اول شيء عندك كل عظم بي فد بورس اند نوت فيري سموث كارتليج لوبريكيتد وذ سينوفيال فلويد. هاي اهم نقطه، انه بي سينوفيال فلويد. بورس اللي هو بي ثقوب، كارتليج خاص بي ثقوب نوت فيري سموث ويكون بي لوبريكيتد سينوفيال فلويد. زين، ثاني شيء the roughness of the cartilage plays useful role in joint fabrication and trapping. طبعا ايش يقول لك؟ يقول لك انه الكارتلج هذا، الكارتلج هذا، الكارتلج مو اكو بنهايه العظم اكو كارتلج اللي هو هسه هذا. خلينا نوخر هاي بس الامور. زين، قلنا هذا كارتلج، خوش. هذا الكارتلج بيه ثقوب، بيه ثقوب. هذا الكارتلج بيه ثقوب. هاي الثقوب شنو بيها؟ هاي الثقوب هي بها يعني هذا الكارتلج بيه ثقوب، فلذلك هاي الثقوب راح تسمح انه يتجمع بها السينوفيال فلويد، تسمح انه يتجمع بها السينوفيال فلويد، فبالتالي راح تسمح بالترطيب اكثر، وبالتالي انه من يتحرك راح ينعصر هذا السينوفيال فلويد ويطلع بين العظمين ويمنع الاحتكاك بين العظمين.
يقول لك pressure causes lubricating thread to squeeze out of the cartilage into the joint. One end of each lubricating thread remains in the cartilage, and as the pressure is reduced, the thread pull back into their holes. مثل ما قلت لكم انه من راح يتحرك هذا العظم ويرجع لي ورا مثلا يعني. راح يزيد الضغط اللي هنا أنا. وقلنا هاي الثقوب كلها مملية بسينوفيال فلويد. قلنا الثقوب مملية بثقوبها، فمن يزيد الضغط عليهم راح تنعصر هاي الثقوب ويطلع من عندها السينوفيال فلويد ويرطب المكان، ومن ترجع ويروح الضغط راح يرجع السينوفيال فلويد يمنينا هاي الثقوب. هذا اللي هنادي يقوله بهاي النقطة. سكويز يعني تنعصر، سكويز يعني تنعصر. زين. Under a large shear stress, the viscosity of the synovial fluid reduces. إذا كانت تحت ضغط من نوع الشير عالي، ضغط شير عالي، ضغط يعني بزاوية عالي، وراح يقلل لك هاي الفيسكوستي، راح تقل يعني اللزوجة مال السينوفيال فلويد راح تقل. خوش، هاي المعلومة انت احفظها خليها ببالك، انه اللزوجة مال السينوفيال فلويد تقل من نسلط عليها لارج شير فورس، لارج شير ستريس. زين، نجي على معامل الاحتكاك او ثابت الاحتكاك مال العظم او مال المفصل الطبيعي، اللي هو دور بحثوا عنه طلع الطبيعي هو 0.01، لازم او يكون الطبيعي لازم يكون اقل من 0.01، هو معامل الاحتكاك كلش قليل. معامل الاحتكاك كلش قليل، يعني شنو معامل الاحتكاك؟ ايش يفيدك؟ كل ما اقل معامل الاحتكاك معناها القوه مال الاحتكاك راح تقل. يقول لك شنو؟ When meet newton of force exert on a joint, only one newton of force is needed to move it. It is the least friction in the nature. أقل احتكاك بالطبيعة هو موجود بالمفاصل. بالمفاصل ليش؟ لأنه يعني 100 نيوتن أنت تسلط بس نيوتن واحد يكفي حركها، لأنه راح ينتقل بالاحتكاك، الباقي كله راح يعني ما يصير أكو احتكاك، ماكو يصير معاكسة للحركة. تعرف أن كل قوة أكو قوة تعاكسها، قوة تعاكسها، وهي نسميها قوة الاحتكاك. كل قوة قوة تعاكسها، الاحتكاك عالي كلش بينك وبين الأرض، لذلك انت قد تسلط تقريبا عرض راح تسلط عليك مثله. بس اذا انت هسه مثلا اذا انت خليت على القاع فد سائل يزحلق، راح تسلط على القوه على القاع بس ما تقدر تمشي، القاع ما راح تسلط عليك قوه مثلها فراح تزحلق انت. فنفس الفكره تصير بالعظام. هسه joint diseases، joint diseases امراض المفاصل. يقول لك there are two major diseases affect the joint، عندنا rheumatoid arthritis والosteoarthritis. لان المرضين ما مطلوب من عندك تتفصل بهم، انت مرحله اولى. بس روماتويد ارثرايتس عموما هو زياده بانتاج السينوفيال فلويد. شوف كل شيء انت تعلم بالجسم، كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. كل شيء زايد عن حده هذا مو شيء مرض هذا. فالزياده بانتاج السينوفيال فلويد راح يخلي المفاصل تورم. تورم. وتسبب لنا مشاكل هوايه. انت هسه كمرحله اولى بس هاي المعلومات تطلب من عندك، انه روماتويد ارثرايتس يصير عندك زياده بالسينوفيال فلويد فالمفاصل راح تورم، مفاصل تورم، ها هي سبب لك مشاكل بعدين. الاوسيو ارثرايتس لا مو هيك. الاوسيو ارثرايتس هو مرض بالمفصل نفسه، بحيث انه هذا الكوشن هذا الكارتليج راح يروح ويبدا العظم يطخ بالعظم. يصير عندك الكوشن بتوين جوينتس بريك داون، هذا الكارتليج هو مثل المخده، تصير الكارتليج هو ترى مثل المخده بين المفصلين بين العظمين، فالمخده تبدي تروح ويا الوقت. فمن تروح راح يبدي يصير انه عظم يطخ بعظم، فمن عظم يطخ بعظم راح يصير عندك الام، راح يصير عندك ستيفنس، هي يعني يعني ستيفنس يعني شنو؟ الحركه تكون بطيئه، ما تقدر العظم ما يقدر يتحرك بسهوله، هيك شيء، هيك معنى ستيفنس. سويلنج اللي هو ورم بيصير عندك بالرجل همات، هاي معنى اوستيو ارثرايتس وروماتويد ارثرايتس. لهنا تكون خلصت المحاضره مالتنا، محاضره بسيطه ما بيها شيء، حكينا عن اليونج موديول راجعناه، يونج موديول العفو، وحكينا عن البون فراكتشر الانواع مالته سمبل والكومباوند فراكتشر، وحكينا على شنو العوامل اللي تاثر على الكسر اللي هي قلنا كميه الاكسرتنج فورس والعمر مال الشخص والاتجاه والقوه والنوع مال القوه المؤثره، وهي ذني الثلاث عوامل الرئيسيه اللي تاثر. وحسبنا البون ماينرال بالجسم، قلنا احنا كنا نستخدم الاكس راي العادي وبمشاكل، حكينا انه الفوتون ابزوربشيومتري بدلناه بها اللي حلناها المشاكل اللي كانت مونو انرجيتك ونارو بيم وسنتليشن ديتكتور وبون ماينرال ماس بيامات، وبعدين سوى البروبلمز اوف فوتون ابزوربشيومتري ما كنا بيه اكو مشاكل فبدلناه بالدكسه. شين المشاكل من البروبلمز مال ابزوربشيومتري انه الراديو اكتيف سورس لازم يتغير ويا الوقت، ونحتاج تو ميجر ذا بون نيد يونيفورم ثيكنس اوف سوفت تشو،
نحتاج يونيفورم ثيكنس، فما نقدر نقيس فيه بالهيب وبالسباين اللي هي مناطق مهمه. لذلك بعدين بديناه بالدكس اللي هو بي سنترال وبي بريفرال، بريفرال بالاصابع وبالريست وبالهيل، بالسنترال يكون بالهيب وبال بالسباين. وحكينا البروسيجر مالته شلون ندب طاقه، وراح نستقبلها من الديتكتور مالتنا اكس راي، راح نستقبلها من الجهه الثانيه، ويكون بي تيبل واحد ينام عليه ومن هنا هذا السيان، ومن خلال نفحص العظم قلنا انه يكون بين الواحد الى سالب واحد هو الطبيعي، وفوق الواحد هم الطبيعي ما يهمنا، جوا السالب واحد هو المشاكل اللي تصير عندنا، بين سالب واحد الى اثنين سالب اثنين ونص، من سالب واحد الى سالب اثنين ونص هذا نعتبره اوستيوبينيا، وسالب اثنين ونص فوق نعتبره اوستيوبروسس. زين هذا هو الموضوع مالتنا. حكينا عن مفاصل انواعها، قلنا انه عندنا خمس انواع من المفاصل، هي البولن سوكت والهنجنج جوينت. البولن سوكت اللي تصير بالشولدر وبالهيب، حكينا على الهنجنج جوينت اللي تصير بالنيو والالبو، حكينا على البيفت جوينت اللي تصير بالفيرتبرا اوف ذا نيك، وحكينا على الجليدنج جوينت اللي تصير بالبون اوف ذا ريست اند انكل، وحكينا على الفيكس جوينت اللي تصير بالسكال، وحكينا على السينوفيال فلويد اللي يقلل لك الاحتكاك والخصائص مالته، وحكينا عن جوينت ديزيز اللي هي اوستيوارثرايتس والروماتويد ارثرايتس. اتمنى فهمت المحاضره، ومحاضره كانت بسيطه، واذا عندكم اي سؤال فاسالوني لا تترددون، وشكرا جزيلا.